شوف. أهلا تفضل. بدي دواء لجاري، بدي نصحه شي 30 40 كيلو قبل عيد الميلاد، لأن بدي نزله بهيدي الشمينة مش عنده بابا نوال. وين بدك تفوتي؟ الشمينة تبع مش عنده نوال. على بابا نوال. جد عم تحكي هلا؟ إيه. شو بدك تعملي؟ نصحه شي 30 40 كيلو بخلال 15 يوم. بدي نصحه. بدي اعمل بابا نوال. نعم. تنزله بالشمينة. وهيك كثير ضعيف هو، ما بيناسبني. عن جد عم تحكي؟ جد ليش لا؟ ما هو مثل الفستايكي. بدي نصحه شي 30 كيلو. مو كيلو بدل ما تجيبي له فيتامين. مو مش انا مش مرته. هذا جاري جاري. بدل ما تجيبي له فيتامين. بخيله. بعرف انا اكثر شيء فيك تعمليه انك تجيبي حدا ناصح فالمره شو تقدر حرام عمره يعني تعطيه دواء بركي راح فيها بالقلب ما بيصير اكيد اقولك اذا اعطيته العلبه كلها سوا معقول ينفش فرد مره تقبريني ما فيش نصح لي 30 كيلو طب جيبي جوزك ما قلتي جوزك ناصح جوزي 200 كيلو ما قدرت قلت ما لي طريقه غير جيب واحد يا عمي جاري جاري طب فوتي جوزك بالشمينة ما كيش يفوت ما بيفوت ما سعدتين ولا الشمينة ما بقدر معوض طب لايك شي يعني شو بدي لي يا الله بس نصيحتي للمشروع أنا بدك دبري حدا بين اثنين على القليلة ولو معي وقت شو في شارك التاني فيش عندك غير شارك مثلا ما بحكي معه ما بحبه إذا بدك بهالقد سرعة ما عندك غير حل واحد شو هو بدك تاخذيها وحطي بنزين قدام شي 200 متر ايه بدي كني بيهتموا بينفخوه بتعايري شو بدي لي قديش قديش الفتحه تبع الشمينه هاد هاد ويروح فيها جاري يا عمي يطلع بسبب بيعيروه هن بيعيروه ما بيتركوه مثل دفعوا قلب سياره ولا فوتبول انا لا يا جار لا يا جار بس بدي اسالك سؤال يعني مرتك ما بتعملك ما بتعملك يعني شغله مش عاديه مدام هونيك بيعايروا لك اياه قد ما بدهم شو هالحكي ما يصير له شيء لا لا ما هو الزلمه لا لا هو بيعايروا بيعايروا طبعا بيعايروا مدام بيعايروا هو بيعايروا ايه بتشوفيه نصح كثير بتنزلي شو رايك؟ شو هالحكي هذا؟ رح اروح لف اللفلف وهيك بكم شرشف شو بتعمل؟ هو الشرشف اللي عنده نعم نصحه هيك شوي نعم ما هيك ونفسه تبع بابا نوال ما بيزبط معي او لا بدك تجربي بدك تجربي فيك ليش فيك يلا بس بخزنا عذبناك الله معك ما تخزينا فرجيني اياه بعد ما اكيد اكيد هلا شو دولاب انا لا تنفخيني